السلام عليكم. احنا كنتواجدوا في مؤتمر جيتكس، مؤتمر عالمي، اكبر تجمع ديال شركات تكنولوجيا في افريقيا. موروكو نيوز ميديا بارتنر، وحنا جينا هذا العام وجينا بافكار جديده. عندنا مجله ورقيه اللي يلاه لونسينا هذا الشهر هذا ان شاء الله، اللي الاسم ديالها افريتك هورايزن. ان شاء الله غادي تكون مجله كتخرج كل 3 شهور ومختصة فقط فيما يتعلق بالتكنولوجيا. وعندنا مشروع آخر اللي هو ديجي توك، اللي هو غادي يكون واحد مجموعة لقاءات اللي غنديروها على طول العام، وغادي يكونوا لقاءات عندهم علاقة بالتكنولوجيا، لقاءات شهرية. فنعطيكم نبدا على موروكو وورلد نيوز. تأسست موروكو وورلد نيوز في 2011 في نيويورك. أسسها أنا والأخ ديالي سمير بنيس، كنا كنسكنوا في الولايات المتحدة. والهدف من تأسيس موروكو وورلد نيوز الناطقة باللغة الإنجليزية هو تعريف المغرب، ونتكلموا على المغرب، ونغيروا السردية النمطية السائدة على المغرب. لأن احنا فاش كنا ساكنين في نيويورك عشنا أحداث قديميزيك خارج المغرب، اللي هي أحداث قديميزيك اللي وقعت في 10 نوفمبر 2010، فين تقتلوا 12 اوكزيلوري فورسز، القوات المساعده المغربيه، تقتلوا بدم بارد من طرف البوليزاريو. فهذا كان واحد الشوك بالنسبه لنا حنايا، اللي حسينا بالحقره وحسينا بواحد البايس تجاه المغرب، لان الصحف الدوليه كامله ما تكلموش على ذاك الموضوع كما خصهم يتكلموا عليه. فاحنا قلنا علاش المغرب كبلد اللي عنده تاريخ وعنده ثقافه غنيه ما عندوش منابر ناطقه باللغه الانجليزيه؟ فقلنا خصنا ضروري اننا نأسسوا واحد المنبر اللي غادي يكون تيتكلم بصدق وبجديه على المغرب. فبدأنا كشخصين، والحمد لله الان حنا 25 في ليكيب، وبدينا من الكيتشن ديالنا في لابارتومون في نيويورك. والحمد لله الان عندنا مكتب في مدينه الرباط، وعندنا مكتب في العاصمه واشنطن دي سي. والحمد لله يعني الموقع والمشروع بدا كيكتسب واحد الاهميه، لان الجديه والعمل والمثابره تعطي الاكل ديالها. فكنحتفلوا هذا الشهر بمرور 13 سنه عن تاسيس موروكو وورلد نيوز، لان كنا اسسناها ولونسينا اول ارتيكل ديالنا في ماي 2015 2011. والان الحمد لله كنحتفلوا بمرور 13 سنه في ماي 2024، وعندنا 95,000 ارتيكل. فالحمد لله نفتخر بهذا العمل اللي قمنا به، وكنشكروا جميع الناس اللي تعاونوا معنا واللي تقوا فينا واللي اهتموا بينا. وان شاء الله كنتمنوا ان نكونوا عند حسن الظن، ودائما نقدموا العمل بشكل جيد وتكون فيه جوده.